كنا عملنا الوحدة دي في الفيديو اللي فات، تعلمنا طريقة تشبيكها. دلوقتي هنعمل وحدة تشبك الفراغ ده زي دي بالظبط. بنشتغل الدايرة السحرية، بعد كده هنشتغل 3 سلسلة، ارتفاع غرزة العمود بلفة، وهنزود عليهم 4 سلاسل فراغ. بعد كده ادخل جوه الدايرة السحرية واعمل غرزة عمود بلفة، بعد كده هشتغل 4 سلسلة وادخل جوه الدايرة واشتغل غرزة عمود بلفة، بعد كده هشتغل 4 سلسلة وادخل جوه الدايرة واشتغل فيها غرزة عمود بلفة. بعد كده هقفل الدايرة كون معايا 3 فراغات بالشكل ده كده. هرتفع 4 سلسلة وأعد سلسلة 2 وهدخل في السلسلة الثالثة وهشتغل فيها غرزة منزلقة، هتكون معايا 4 فراغات من ال4 سلسلة. 1 2 3 4، هدخل في أول فراغ هنا هشتغل فيه غرزة منزلقة، بعد كده هشتغل 4 سلسلة وهلف الخيط مرتين على الإبرة، وهدخل أعمل في نفس الفراغ 6 غرزة عمود ب2 لفة. 1 2 3 4 5 6، يبقى كده ارتفعت 4 سلسلة، حسبتهم عمود وعملت في نفس الفراغ 6 غرزة عمود ب2 لفة، يبقى كده معايا 7 أعمدة. بعد كده هشتغل 4 سلاسل فراغ وهشتغل جوه الفراغ اللي هو ال4 سلسلة اللي بعديها، هعمل فيه 7 غرزة عمود ب2 لفة. 1 2 3 4 5 6 7، بعد كده هشتغل 4 سلسلة واروح للفراغ اللي هو ال4 سلسلة اللي بعديه، برضو هشتغل فيه 7 غرزة عمود ب2 لفة. 1 2 3 4 5 6 7، بعد كده هشتغل 4 سلسلة واروح للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه 7 غرزة عمود ب2 لفة.
كده 4، كده 5، كده 6، كده 7. بعد كده هشتغل 4 سلسلة وهعد سلسلة 2 3، وفي السلسلة الرابعة هشتغل فيها غرزة منزلقة. هننتقل للراوند اللي بعد كده وهنروح هنا عند اول غرزة عمود ب2 لفة، هنعمل فيها غرزة منزلقة. بعد كده هنشتغل 4 سلسلة انا عملت في اول واحد منزلق، يعني كده مش هشتغل فيه، والاخير برضو مش هشتغل فيه. هروح للغرزة اللي بعديها واعمل غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة، واللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة مش كاملة، واللي بعديها كده اشتغلت غرز عمود ب2 لفة مش كاملة. بعد كده بلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض. المفروض ان انا بشتغل 9 سلاسل اللي هو الفراغ. هرتفع هنا 4، 1 2 3 4. هنا انا كنت بسيب بين كل هنا فراغين وهنا فراغين وهنا فراغين وهنا فراغين. هروح هنا في اول فراغ في اي واحدة، كده اشتغلت 4 سلاسل. هكمل عليهم كمان 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهروح هنا عند الفراغ ال 4 سلسلة في الواحدة اللي انا اشتغلت فيها، هشتغل فيها غرزة نص عمود. بعد كده هشتغل 4 سلسلة وهنا اروح للفراغ التاني في نفس الوحدة، هنا هرتفع كمان 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وهلف الخيط على الإبرة مرتين. هنا انا هروح للـ7 أعمدة، هسيب اول عمود واخر عمود وهشتغل في الـ5 أعمدة اللي في النص غرزة عمود ب2 لفة مجمعة. كده 1، كده 2، كده 3، كده 4، كده 5. بعد كده بلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض. بعد كده بشتغل 4 سلسلة. انا كده خلصت الفراغين اللي في البتق في الوحدة دي. هروح هنا في الوحدة اللي بعديها وهسحب الخيط وهكمل عليهم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهلف الخيط مع الإبرة مرة واحدة وهروح هنا عند الفراغ في الوحدة دي الصغيرة اللي انا بعملها وهعمل نص عمود. بعد كده هشتغل 4 سلسلة وهنا اروح عند الفراغ التاني. بعد كده هكمل 5 سلسلة وهلف الخيط على الإبرة مرتين وهشتغل في الـ5 أعمدة اللي في النص. احنا قلنا بنسيب اول عمود واخر عمود وبنشتغل في اللي في النص الـ5، بعمل غرزة عمود ب2 لفة مجمعة. كده اول 1، كده 2، كده 3، كده 4، كده 5. بعد كده بلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها. بعد كده بشتغل 4 سلسلة
هلف عشان هشتغل في الوحدتين دولي. هروح هنا عند الفراغ اللي هيقابلني وهدخل فيه وهكمل عليه 4 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، واروح هنا عند الفراغ ده واشتغل فيه غرزة نص عمود. بعد كده هشتغل 4 سلسلة واروح الفراغ اللي هنا واسحب الخيط وارتفع كمان 5 سلسلة والف الخيط على الابرة مرتين واشتغل غرزة عمود ب2 لفة مجمعة زي ما متعودين بنشتغل في ال5 أعمدة اللي في النص. بنسيب اول عمود واخر عمود كده، 2 كده، 3 كده، 4 كده، 5، وبعد كده بلف الخيط وبطلع من الحلقات مع بعض. بعد كده بشتغل 4 سلسلة وبروح في الوحدة الأخيرة. وبسحب الخيط في أول فراغ. بعد كده بشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبلف الخيط على الإبرة مرة واحدة وبشتغل غرزة نص عمود في الفراغ. بعد كده بشتغل 4 سلسلة، بروح هنا عند الفراغ الأخير في الوحدة اللي أنا بشتغل فيها. بعد كده برتفع 5 سلسلة وهنا بروح في البتلة هنا اللي أنا في الوحدة اللي في النص اللي أنا شغالة فيها، وبقفل فراس الغرزة المجمعة أول غرزة مجمعة عملتها، بدخل فيها واشتغل فيها غرزة منزلقة. بعد كده برتفع وأقص الخيط يكون معايا بالشكل ده كده. كل 4 وحدات زي ما اتفقنا بنشبك فيهم واحدة في النص بالشكل ده كده. بنشبك بقى الوحدات اللي احنا عاوزينها، بنكبر المفرش وبنشبك فيه الوحدات لو عايزينه مفرش سفرة او مفرش للصالون يكون معانا بالشكل ده كده. مفرش شيك وجديد وطريقته سهلة ومش مكلف. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.